خلينا ناخذ هذول الحالات. هلا هدفنا هون من الحالات الاربعه هذول، عندي الحاله الاولى، الحاله الاولى عندي هون طبعا كلهم فيهم نيجاتيف فيدباك. الحاله الاولى عملنا نيجاتيف فيدباك واخذنا سنسر وهي البلانت، فهذه جي بدك تسميها، راح نسميها بالنهايه جي بي اوف اس سب بي. عندي سامبلين هون، هذا طبعا فانتوم سامبلر انا ضفته بس ما راح ياثر، يعني ما لهش علاقه هلا بالفانكشن اللي هون. انا حولت واي اوف اس لواي ستار اوف اس. الحاله الثانيه عملنا سامبلين على السنسر، ما عملناش سامبلين على البلانت. الحاله الثالثه راح اعمل سامبلين على البلانت وراح اعمل سامبلين على السنسر، وهي الحاله اللي هي منطقيه اللي هي بتصير في الواقع اللي هي شو عندي. وهلا راح نبدلهم، راح نبدل شيء بسامبلر وشيء بزيرو بوردر هون. مين بتتوقعوا السامبلر؟ مين البلوك اللي احسن شيء يعني ممكن يكون سامبلر؟ اي واحد؟ الاي تو دي كونفرتر. هذا اذا راح احوله بعد راح يتحول عندنا سامبلر. ومين راح يكون زيرو اوردر هولد؟ عندي هذا راح يصير زيرو اوردر هولد. وين الديجيتال كنترولر؟ وين البلانت؟ وعندي هون السنسر انالوج. هذا كله، كل هاي المنطقه هون 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 انالوج. المنطقة هاي هون في الداخل ديجيتال. خلينا نبدا فيهم. اذا نطلع زي ما عملنا هناك بدنا نطلع واي اوف زد، راح اسمي هذه النقطة، هذه عبارة عن اي اوف اس. اي اوف اس شو بتساوي؟ ايش اي اوف اس؟ ليش اخترت اي انا؟ وهذه عندي واي اوف اس، فهاي ايش النقطة راح تصير؟ واي اوف اس اتش اوف اس. وعندي واي اوف اس تمام. هلا خلينا نطلع هون. إذا لو جيت أنا هلا طلعت على الحالة الأولى راح أطلع عندي y star of s تساوي y of s star وتساوي محل y of s عندي، أو خليني أبدأ في e of s في البداية، راح أبدأ e of s بتساوي x of s minus y of s h of s. وعندي y of s تساوي E star of S مضروب في G of S مضبوط؟ هلا خلينا محل Y of S هون ايش راح احط؟ راح احط هاي الكمية اللي موجودة هون، ايش بصير؟ إذا هاي لو سميناها واحد وهاي سميتها اثنين، راح أقول substituting 2 and 1. إذا عوضت واحد في اثنين ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي E of S يساوي X of S minus H of S بايش مضروبة؟ في G of S مضروبة في E star of S. هلا بدي آخذ E star، بدي أعمل E star على هذول، فراح يصير عندي هلا E star of S تساوي E of S كل star، فراح اطبق الستار على مين؟ هذول الموجودين هون، فراح يصير عندي x of s minus h of s g of s e star of s. كل هذول ايش راح اطبق عليهم؟ ستار. بدخل ستار جوا شو بصير عندي؟ بصير عندي x star of s ما فيها مشكله، و e star of s ما فيها مشكله. ايش صار عندي هلا؟ h of s. ولاحظ السبب، تعرف ايش السبب؟ طلع الخط اللي رايح من جي اوف اس على اتش اوف اس، هل في سامبلر بطريقه؟ لا. الخط اللي راجع من اتش اوف اس على جي اوف اس في ستار بطريقه، بس ضل عندي هذا هو موجود. طيب اللي رايح من اكس اوف اس لجي اوف اس ايش في بطريقه؟ في سامبلر. فاكس اوف اس ما كان فيها مشكله، طلعت معي اكس اوف اس، عندي هون اي اوف اس، اذا هاي لازم تصير اتش او جي اتش ستار اوف اس. وهاي تساوي اي ستار اوف اس. بقدر انقل الان الاي ستار اللي فيهم اي ستار لنفس الجهه، شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي اي ستار اوف اس على جهه، هاي بتصير 1 زائد جي اتش ستار اوف اس تساوي اكس ستار اوف اس. اذا اي ستار اوف اس تساوي اكس ستار اوف اس على 1 زائد جي اس ستار. لكن شو العلاقه بين واي اوف اس واي ستار اوف اس؟ جي اوف اس تساوي، اذا عندي واي ستار اوف اس بتساوي اي ستار اوف اس مضروبه في جي ستار اوف اس، مش هيك بصير اعمل هيك؟ واي اوف اس شو بتساوي؟ اي ستار في جي،
اذا واي ستار اوف اس شو بتساوي؟ اي ستار في جي ستار مظبوط. اذا هاي بتصير عندي هيك ومحل هلا اي ستار ايش بحط؟ بحط هاي القيمه اذا بعوض هذه هون بصير عندي اكس ستار اوف اس مضروبه في جي ستار اوف اس على 1 زائد جي اتش ستار اوف اس. اذا لو بدي اطلع الان ترانسفير فانكشن واي اوف اس ستار على اكس اوف اس ستار تساوي جي اوف اس ستار على 1 زائد جي اتش اوف اس ستار. بقدر اخذ زد ترانسفورمز بصير عندي واي اوف زد على اكس اوف زد اللي هي ترانسفير فانكشن دلاله زد بتساوي جي اوف زد على 1 زائد ايش؟ جي اوف زد اتش جي اتش اوف زد. هاي النتيجه المهمه. ايش استنتجنا من النتيجه؟ لانه ما في عندي سامبلينج ما بين جي واتش ايش اضطريت اعمل؟ جي اتش اوف زد. طبعا اذا اتش كانت 1 بتسهل الامور. إذا H كانت 1 ما عندي مشكلة لأنه G of H Z بتساوي واضحة هي النقطة انتبهوا عليها، لو كانت عندي H of S بتساوي 1 إذا G H of S شو بتساوي؟ G of S بتساوي G of S مضروبة في H of S وتساوي G of S مش هيك؟ إذا بطل في فرق بينهم في حالة لما H of S بتساوي 1 يعني إيش كأني عامل؟ كأني عامل سنسر، شو يعني سنسر الترانسفير فانكشن تبعتها 1؟ بيرفكت. شو يعني؟ ما فيش ايرور. ما فيش ايش؟ لا ما فيش ايرور. ما فيش ترانسفير فانكشن. شو يعني شو؟ ايش ما في جواب الا لا لو دخلت لها ستيب فانكشن شو بتطلع لي؟ لو دخلت لها رام شو بتطلع لي؟ لو دخلت لها ساينوسويد شو بتطلع لي؟ فانكشن فخم جدا. لو كل الفانكشنز في الكنترولز هيك كان ايش بنعمل يا عيسى؟ ضف ومنروح مضبوط؟ بس ما فيش هذا مش صحيح، واحنا هذا تقريب طبعا، هذا تقريب ما فيش شيء اس او اس بيساوي واحد لكن هو تقريب، يمكن لها بول والبول وين؟ بعيد جدا جاي، بعيد جدا عن الاوريجن لها بول، اذا في الحاله هاي لو هذه الحاله صحيحه بتصير هاي جي اوف زد على 1 زائد جي اوف زد.